بالمناسبة أنوج، شواربي بيلبقولها. نارين كل فترة وفترة بيتغير، وأنا بربي الشوارب. بسيطة، المرة الجاية اتنيناتنا رح نربي نفس الشارب. أنوج، لو سمحت قول لنارين وبوجا يقضوا هاي الليلة عنا. هو ممكن يضل إذا أصريت عليه. مين ما بده بيقدر يقضي الليلة هون، ما عندي أي مانع. ألو، شو؟ إيه إيه، أنا جاي فوراً. يلا بوجا، في مشكلة بمكتب الشركة، لازم نروح فوراً. نارين بس لا تخافي، راجعين لهون بعد الاجتماع. نارين فياس لوين أخذها لبوجة هلا؟ أنا لازم راقبه. هاي، شو مالك شايف أبداً؟ ريتشي؟ شو عم تعملي هون بهالوقت؟ أنا شو عم أعمل هون ولا أنت أنوج؟ قلي ليش عم تلاحق نارين وبوجا؟ برأيك ليش لحتى ألحقهم يعني؟ لأني خايف على بوجا. أنوج قلي شو صاير لك؟ شايف نارين وبوجا حلوا خلافاتهم بعد فترة كتير طويلة، بترجاك لا تحاول تفرق بيناتهم وتبعدهم عن بعضهم. ما عم بقدر صدق. ما في تروح لأي مكان، أنا بدي روح معك، عم تفهم؟ في هدية مميزة بالمقعد الخلفي بالسيارة، اشتريتها خصوصي إلك. لازم تعرفي إنه أنت ملكي وبس بوجة. وأنا كمان تاركت لك هدية بالمقعد الخلفي اللي بالسيارة، وأنا بعرف أعمل لك مفاجآت. كنتي بتعرفي إنه جايين لهون. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.